أطالب حملة دعم ترشيح الأستاذ محمد المسعود في نجاحها في مهمتها. بنرشح الأستاذ محمد المسعود لانتخابات برلمان 2015. أنا معاكم كلام، بشكركم كلكم وبرحب بيكم، وفي منتهى السعادة إن أنا فزت أهلي وإخواتي، أهالي ولاء الجدعان الطيبين الحنينين. ولكن عايز منكم وعد إن نرجع بلاءنا تاني زمان اللي كان فيها الحب، موجود في الشارع، موجود في البيت، موجود في الأسرة، ما بين الناس وبعضها. إحنا فعلاً بقينا مع الحاج محمد المسعود خلاص، ومحسوب علينا ومحسوبين عليه. بالطبيعي إن إحنا لينا عنده طلبات كتير أوي أوي أوي، منتظرين منه كتير. هو عمل كتير بس منتظرين منه الأكتر، منتظرين منه إن هو يقف جنب الشباب كلها، منتظرين منه فرص عمل أكبر، منتظرين منه كمان مش وعوده خلاص، احنا منتظرين منه افعال بدا دلوقتي على ارض الواقع يعملها، ومش عشان الانتخابات وبس. احنا سمعنا من ناس كتير عربيات ومساجد وكنايس والكلام ده كله، لكن احنا بنشوف ان واحد بيقول لنا لما هنجح اوعدكم ان انا اعمل لكم كذا، لما هنجح هديكم مرتبات شهريه، لما هنجح هعمل لكم المستشفى. احنا مش مستنيين حد ينجح عشان يعمل لنا، احنا مستنيين حد يعمل لنا وبعد كده ننتظر مننا المقابل، مش احنا اللي نقدم المقابل الاول. طبعا احنا لما عرفنا ان الحاج محمد مسعود كان رافض اصلا ان هو ينزل الانتخابات، وناس كتير اجبرته على ان هو ينزل لان هو الاحق في الوقت الحالي، الراجل ده اتظلم كتير، الراجل ده قاسى كتير، ياما كان ناجح وسقط بالرغم من قوته في الشارع، الناس كانت بتخش تديله الاصوات والاصوات بتتزور. احنا بقينا في عصر حرية، محتاجين ان الراجل دوت يقف جنبنا ونقف جنبه. كلنا بنختار الصوت الجريء، محمد المسعود بقلبه الكبير، ابنا ويا ايده هيعمل كتير. سيب مشاكلنا المسعود ابن غلام هيحقق احلام. الناس الثانيه سقطوا، منعوا عننا المعاشات، لكن هو ما منعش، لكن هو ما منعش. بنقول له يا استاذ الناس زادت، يقول له زودوا الخير، زودوا الخير، زودوا الخير. اتمنى الاستاذ محمد المسعود كل خير طبعا، وان شاء الله ياخدها بنجاح، وكلنا وقلبنا معاه، وكل حاره الشبراء وكله بلا تمل مع استاذ محمد المسعود، ونتمنى له كل خير. الصراحه راجل خيري وكويس وكل حاجه، ما شفناش منه الا كل خير وكل حاجه كويسه. هو راجل كويس يعني وفعل خير، ما بيعملش حاجه وحشه. اتمنى له كل نجاح وكل توفيق ان شاء الله. من قبل الانتخابات وايام الثوره هو اللي نفع الحته هنا، هو هيفرق فراخ وهيفرق كل حاجه، راجل بتاع خير يعني. المسؤول مش قله مشاكلنا، ينجحه وينشره يا رب، يا رب ينشرك يا استاذ. بحبه جدا جدا جدا. هينجحه ربنا، هينجحه ان شاء الله، هينجحه ان شاء الله. هو كويس معانا الراجل بصراحه، وبيدينا كل حاجه ان شاء الله باذن الله. ربنا معايا، ربنا يوفقه ويسعده ويبعد عنه بلاد الحرام، ويبعد عنه بلاد الحرام. والله احنا هنا بياعين مش من الدايره، لكن هو اللي احنا بنشوفه فعلا ان هو فعلا راجل خير وبتاع ربنا، لان ده الراجل ده بتاع الغلابه صراحه يعني. ربنا يوفقه وينجحه. الراجل ده احنا عايزينه يعني، واحنا هنا ابناء الدايره، والراجل ده احنا رشحناه يعني، عايزينه محتاجينه كويس جدا يعني. اقول له ربنا يوفقك، وان شاء الله باذنك يا رب هكون ناجح من اول مره، ربنا معايا ان شاء الله في المجلس باذن الله تحت القبه ان شاء الله.
شربتش من ليلها. طب جربت تغني لها؟ جربت في عز ما تحزن تمشي بشوارعها وتشكي لها؟ ما مشيتش بضواحيها. طيب ما كبرتش فيها ولا ليك صورة عرفنا كانت عشت بمعانيها؟ دور جواك تلقاها هي الصحبة وهي مسعود. استاذ محمد مسعود. استاذ محمد المسعود. والله انا من سكان الفيوم وكان نفسي ان انا بطاقتي تبقى زمالك، كنت ارشح الاستاذ محمد مسعود لانه راجل خير وراجل كويس. مسعود، الاستاذ مسعود، عشان بيوقف معانا ويوقف مع الغلابه اهم حاجه. محمد المسعود ان شاء الله. محمد المسعود ان شاء الله. استاذ محمد المسعود. محمد المسعود ان شاء الله. ان شاء الله محمد المسعود. استاذ محمد المسعود ان شاء الله. ان شاء الله محمد المسعود. محمد المسعود رجل ابن رجل، ورجل يعني اخلاق، ورجل محترم، واحنا عايزين الشخصيه المحترمه تؤدي للناس وتخدم الناس. محمد مسعود. انتخب الاستاذ محمد مسعود. محمد مسعود. محمد مسعود. محمد المسعود. محمد المسعود. محمد المسعود واحد بس. انتخبوا الاستاذ محمد المسعود. اكيد المسعود يا باشا. بالتوفيق ان شاء الله استاذ محمد مسعود، وربنا يكرمه باذن الله. المسعود واحد بس، ربنا يوفقه. ربنا يوفقك ان شاء الله يا مسعود. اكيد المسعود. اكيد المسعود. اكيد رمز الكوره محمد المسعود. حبيب محمد المسعود. اسعد يا بطل، اسعد يا نائب الشعب، خلها ولا تخف، ستنجح باذن الله تعالى، سينجح المسعود رغم حقدي. حي محمد المسعود، حي رائد العمل الخيري، حي وعاش فلان. معكم الان الاسد رمز الكره، مرشح حزب المصريين الاحرار محمد المسعود. اخرجوا يا نساء، صفقوا يا رجال، اليوم يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هنبدا ان النهارده عيد ميلاد رئيسنا المحبوب عبد الفتاح السيسي. المفروض كنا نجيب له هديه، هو اللي جاب لنا النهارده هديه بتوقيعه مع معمل النووي مع روسيا في الطابعه. النهارده من ساعتين اتنين بس رئيسنا بيتعب من اجلنا وبيتعب من اجل الوطن. نقيم امام تلك اللجان 35268، اجمالي عدد الاصوات الباطله في جميع اللجان 2282، اجمالي عدد الاصوات الصحيحه في جميع اللجان 32986 صوت. عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مترشح. اسم المترشح محمد أحمد مسعود عفيف، حصل على 18578 صوت. محمد مصطفى حسين حمودة، حصل على 14480.
كتر افراحنا يا رب كتر افراحنا وعلى قدني تنسينا تسقيفه تسقيفه يلا تسقيفه يلا تسقيفه للي فرحنا وادعوا له ان شاء الله يعيش تسقيفه للي فرحنا وادعوا له ان شاء الله يعيش صدقوا اللي قالوا قبلنا اجمل من بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العظيم. اهلي واحبابي واخواتي واحبتي المصريين الشرفاء ابناء دائرتي في بولاق ابو العلا والازبكيه وقصر النيل والزمالك، اشكركم جميعا على التأييد الجماهيري والشعبي الرائع الذي سجلتموه في التصويت لاختيار نائب لكم في البرلمان، لقد كان حضوركم مشرف ورائع وايجابي. انا فخور بكم واحترم واقدر كل من اعطاني صوته، فهذه ثقة كبيرة أتمنى من الله أن يقدرني على أن أكون محل هذه الثقة وأن أعمل على خدمة المواطنين في كل مكان، وأقدر وأحترم كل من أعطى صوته للخصوم الشرفاء المحترمين. كلنا وطنيون مخلصون لوطننا نهدف إلى خدمة مصر وأبنائها، ولاؤنا الأول والأخير هو رفعة مصر وبناء المستقبل. أتوجه بكل الحب والتقدير إلى كل الأصدقاء المرشحين المحترمين الذين لم يفوزوا وخسروا الجولة الأولى بشرف، وأتمنى لهم أن لا يتأخروا عن خدمة وطنهم. وليس الهدف الفوز بكرسي النائب، وإنما الهدف هو شرف خدمة الأمة في كل المواقع داخل وخارج البرلمان. أتوجه بكل الحب والاحترام إلى جموع الناخبين المصريين الشرفاء أبناء دائرتي، ويشرفني أدعوهم جميعاً وأناشدهم الوقوف معي بالتأييد لكي أمثلهم تكليفا وأن أكون في خدمتهم وخدمة الوطن. مصر تحتاج إلى جهودنا جميعا المخلصة لبناء المستقبل. مصر تحتاج إليكم جميعا الرجال والنساء والشباب. أشكر جميع من شارك وساهم في نجاح هذه المرحلة وخروجها بالشكل الشرعي اللائق. أشكر اللجنة العليا المنظمة للانتخابات على عدالتها ونزاهتها. أشكر رجال الأمن من الجيش والشرطة على جهودهم وسهرهم للحفاظ على الأمن وسير العملية الانتخابية. أشكر رجال القضاء من السادة المستشارين والمنظمين للعملة التصويتية. أشكر الإعلام المصري الناضج الشريف على التغطية الإعلامية المحايدة والأمينة على خلق رأي عام إيجابي لدى المواطنين. أشكر الزملاء أبنائي وبناتي وإخواتي القائمين على حمل الدعم محمد المسعود، جهدهم رائع وعظيم ومشهود. أما عن الناخبين فلهم كل العرفان والتقدير، فنحن كلنا نسعى من أجل خدمتهم ومن أجل مصر. تحيا مصر ويحيا شعبها العظيم، وتحيا القيادة السياسية بزعامة الرئيس العظيم. معكم محمد المسعود.